اللي غتنسقس على خديجة أكلة. كما مكليتنيت انه الهدف المغربي غير الاول، يعني من الاول للاخر الهدف تكملت القرايه، نمت ديس فرنسا من اجل تكملت القرايه، ثم عرفت مارس العمل الجماعي بطبيعه الحال، ثم فجاه قررت انه اتكشمت يعني لا الميدان السياسه. ازد كا صدفه ازد يعني مش كادر تفكرت انه اتكشمت يعني تخوض الغمار الميدان السياسي، ما منكست لتحت الميدان السياسي. الميدان السياسي كي واقيلا تسنت العائله انا نيت بابيل ديما اكشم شويه في السياسه، فكيما المد زعما من مداق لا يفخينو اللي غ المجالات، يعني ديما تهتم خص المجالات السياسه. ف الوقت اللي درت فرنسا، الوقت اللي درت لي 18 عام، الوقت اللي درت فرنسا زعما ديما اهتم خص المجالات. درت دورة حضاره غير مش كان المحاضرات لي كونفيرونس لي سكان الوزراء المغرب في فرنسا، اش كان تاش كان تاش كان بزاف لانت لي زاسوسياسيون الجمعيات ما توجهت الدعوه للوزراء المغرب ولا السياسيين، ارن تشكال اسكر المحاضرات. فارت دو غير تحضر بزاف في المحاضرات، سي دار سي دغ جميع الاحزاب بس في دوغال ميتيني وغال ميتيني وغال ميتيني باش داريتي لي الفكره اللي نخفينو او تبع حتى انا يعني اسكر غير اللي غنكي اسكر الاختياري نو اسكر زعما اختار الحزب اللي رواسه اللي تدافع عن في غير اللي غنكي. فممكن تلقى القصة اللي تعرف أكثر سلاح حزب العدالة والتنمية. فختين انتنا قال الحزب اللي غراد ارتاحا، انتنا قال الحزب اللي غراد خدمغ. فطلب أدقى عضو الفرع الحزب في فرنسا، صرف طلبينو الإخوة المكتب الفرع المكتب السابق، رسمت توجه تحية كلشي المكتب السابق ولا المكتب الحالي. تقبلنا قبل طلبينو، من بعد كشم عادي يعني كعضو عادي، من بعد كي عضو عامل يعني المكتبة مزوارو اللي غ لجنة الإعلام واللي غ البيرو. من بعد ما تكمل فترة البيرو القديم إلا البيرو الجديد، قني الإخوان يعني الكاتب الفرع السي تفراوتي محمد تفراوتي رئيس الجهة تحية يختار يدي سني لي غ المكتب الفرع الحزب العدل والتنمية في فرنسا. فكش غادي داسن إلي غ الأول لي غ غ لي غ لا تريزوري، من بعد غيك كي غ مسؤولة الإعلام غ مسؤولة الإعلام غ الفرع. وميم طون هادشي ديال التشكيك مي غلات المحاضرات غ المغرب ولا ملتقيات الشبيبة ولا زعما الملتقيات اللي تنظم نساء العدالة والتنمية، عارف ندي حضارة عضو المجلس الاستشاري لمنظمة نساء العدالة والتنمية كذلك. فهذه هي القصة اللي كشمخص السياسة. جميل.